السعوديين. لكن بما أنه الوجهة السياحية ومعناها الأغلب غالبية الزوار باش يكونوا معناها عرفاء، الأغلبية نتاعهم في نزل ولا في ديور ضيافة معناها اللي موجودة في جربة واللي في جوارها، دونك قاعدة تقوم السياحة بحملات معناها توعوية اللي قاموا بها من شهر جوان وشهر سبتمبر، وتوا زاد معناها العديد من المتفقدين باش يكونوا متواجدين في الزويتي وكبيرة الكل والمطاعم باش يسهروا معناها. هو تفقد ما زاد كل نحن اكوبانيون معناها قاعدين زاد معناها نعاون في الحاجات هذه الديوان السياحيه باش تكون على نفس الحاجه. انت ذكرتكم في عدد المشاركين، قلتوا فما خدمات سياحيه او فما اهداف لتقديم الرحله خدمات سياحيه متميزه لتقريبا كما تفضلنا قبيله في الندوه الصحفيه، حكينا على الشوكوكين ولا هي الاسباس اللي هو مخصص للاكله. كل البلدان المشاركه في الفرنسيه باش يحاولوا يعرضوا معناها الاكلات نتاعهم، واحنا استغلينا الظرف هذا لحاجتين. اول حاجه اما باش نوريو التراث التونسي معناها والثروه معناها تونس في كل نغمه معناها اكله لماذي من ناحيه معناها سواء كان خاصيه جنوبيه ولا حتى من بقيه الجمهوريه. لكن حبينا زاد في نفس الوقت نشاركوا معناها المدارس السياحيه نتاعنا باش هكاك نوصلوا معناها الميساج معناها اللي تونس تنجم تكون زاد هي وجهه معناها للتكوين السياحي سواء كان للشباب التوانسه ولا حتى معناها الشباب ولا الطلبه الجمهوريه. صحيح. هي جربة العام هذا الحمد لله معناها شهدت نشاط معناها اللي قارب سنة 2019 حتى في السيزون معناها السياحية معناها الفاردة. قبل كان الفترة هذه تصير شوية معناها انخفاض في العدد الفندقين معناها بفضل القمة، معناها حاليا معناها عدد النزول معناها قاعدة معناها تستقبل في عدد معناها عدد الجزاف كبير برشا، لكن هذا ما يمنعش أن تستدعى معناها التوانسة اللي مازال فما زاد مثلا مازال فما معناها حتى صحيح معناها نسبة الإيواء عالية، ما اللي يحب يجي معناها الفترة هذيك ويزور جلبة مازال فما برشا معناها أماكن للحجز معناها. ميرسي عايشك، شكرا.